بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام وبركاته متابعي قناة ناصر تيفي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذن هذا الفيديو راح يكون خاص إلا بالنعجة فقط، وراه منقول من سوق خروبة. بالمناسبة سوق خروبة يعني سوق رائع، سوق فيه الكباش، فيه كذلك الماعز وحتى الأبقار، والعلف الخاص بالمواشي. نبدأ لكم مع أخونا اللي هنايا جاب لنا هذه النعجات، الله يبارك. خونا هادو مكاين اللي راهم بولادهم وكاين على ميلاد هكذا؟ لا لا، كاع بولادهم. كاع بولادهم، الله يبارك. واش خرجتي لهم خرفان خروفات؟ هذه عندها خروف. الله يبارك، هذه عندها خروف. السن تاعها شحال هذه العمر؟ رباعية. رباعية، الله يبارك خوتي، رباعية، ولكن شوفوا شابة بزاف، الله يبارك، وافية ما شاء الله. إذن بالمناسبة نشوفوا خونا لهنايا، واش راك أخي؟ صافا شوية، لاباس، بخير، الله يبارك، جبت الناس، الله يبارك خونا. أونسيام ولا الميدان. هكذا، إذا قال لكم لي زونسيان هذايا راهو لنا الميدان يا خويا، نقول له مرحبا بك خونا، نزيدوا نكملوا معكم، قلت لكم خونا جابنا النعجات ما شاء الله. سينون سموك جملة هكذايا ولا بالوحدة ولا؟ سموني في الرادي هكذايا، أفي فري شحال؟ باريزون كيما هذه لا يهضر مع السيد كيما هذه الوافي هذه 7.5 مع الخروفه ولا خروفه؟ خروف الله يبارك سامو 7.5 ولكن وافين الله يبارك خونا راهو متهلي فيهم. سير وين عندك انت كوري خونا؟ انا في خروبه. في خروبه 14 معمر في الله يبارك. تخدم غير النعجه ولا كلش؟ نعجه وخروف. خروف الله يبارك. دوك نشوفوا هكذا خوتي على المباشر، باسكو خونا عندي سلعه الله يبارك، الى حبي خلينا رقم الهاتف تقدروا تتعاملوا معاه. معليش نخلي رقم الهاتف. بارك الله فيك. قول لي 05 49 49 20 65 98 هذا هو الرقم تاعو. يعني خونا راهو يتهلا فيهم باسكو ما نشوف نعجات ضعاف كامل، ولكن هذوما راهم الله يبارك وافيين. اذا هكذا تقدروا تتواصلوا مع خونا وتنيغوسيو سينون سلعه، يعني تدخل كاين ماشي كاينه مازال كذلك عنده في الكوري ولا كاينه سلعه. خونا بارك الله فيك، يعطيك الصحه سي جونتي. صحيت هامليك. شوف الله يبارك شحال شابين الخرفه نتا واحد هكذا تقدروا تتواصلوا. زيد خويا اذا مع خونا لهنايا كذلك، هذا اللي كل جمعه نلقاه هنايا في سوق خروبه. دائما خوتنا مشعبة العامر لي زيساب برج منعين يجوا للسوق هذايا. جاب لنا هذه السداسيه مع الخروفه ديالها، والسومه سمونا بخمسه يا اخي، سمونا بخمسه معين. الله يبارك، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. شوف الله يبارك، الثقه فقط نيغوسي مع الناس ومن بعد نقول لكم واش كاين. المهم شوفوا الله يبارك النعجه هذه، راني نشوف هنايا اربع خرفان صغار ما على بالناش اسك ذكور ولا انت. دوك نسقسيو خونا فقط يعطينا ابي بري واش كاين. الله يبارك، حاجه شابه ما شاء الله. ولادهم خرجوا خرفة ولا خروفات يا خروفة وخروف، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك. هاكو تشوفوا رزق ما شاء الله، الله يبارك. واحد لي يدي يا ربي واحد كيما هذايا ان شاء الله يعني راح يكبر. بالنسبه للسعر ها يقول لكم راح نيغوسي مع السيد، قال لك خليني ومن بعد نقول لك السعر. اذا بالك نعاود نقول هكذا خوتي، نزيدو نشوفو واش كاين. السلام عليكم، واش راك خويا؟ صافا لاباس بخير. خونا كذلك جاب لنا نعجه الله يبارك، تكور في زوج الله يبارك، عندها زوج تكور هاكو تشوفو ما شاء الله، المهم هي وافيه الله يبارك. والسن تاعها هذه شحال عمر؟ الجماع هذه الله يبارك، هذه هي في الجماع. وسمونا بسبعه يا اخي، سمونا 7.5 الله يبارك. كذلك عندنا هذوما دائما في الفلوق هذايا او الفيديو راح تشوفوا فيه الا النعجه فقط. والخرفين الصغار هادو ليك هنا؟ لا لا
والله ما على بالي وراهم ولا هم سمحوا لي، ولكن نزيدو نكملو نزيدو نشوفو واش كاين. إذن بالمناسبة خونا جبنا هدية النعجة مع الخروفة ديالها، أخونا راهو صادقو ب 45 والأخ يعني ما زاد 48 زاد له يعني أم زاد له 300,000 48 والأخ يعني راه يقول ما زال يقول ما زال. إذن بالمناسبة راك تشوفوا يعني الأخ يعني لحقها له الخمسة ولكن ما زال. اذا خاوتي يعني شتو يعني صراحه راه نيغوسي معاه لحقها له الخمسه وما حبش يعطيها له، وراه طالب فيها 65 جي بونس ماشي حقها، لانه 65 بزاف يعني شفنا نعجات كبار على هادو ما عندهم خرفان يعني ماشي خروفات وسموهم بالسعر هذا. لا سي دوماج كل واحد كيفاش. هديه شابه الله يبارك، شوفوا الخروف تاعها خرج يعني يشبه لها سوا سوا، شوفوا الله يبارك ما شاء الله الله يبارك حاجة ما شاء الله. والسن تاعها شحال هادي يا خونا؟ العمر تاعها شحال؟ جامعة هادي الله يبارك. وشحال اخذت السمة تاعها؟ 5 ملايين سموه 5 ملايين الله يبارك. إذا راكم تشوفوا خاوتي جابنا هذا النعجة مع الخروفة ديالها الصغيرة، وغاكم يعني بالمناسبة ترضع من وحدة ماشي من زوج عندها هذا هكذا. شحال دارت خونا؟ شحال سوات؟ 32 32 سموه شحال؟ 32 3 ملايين و 200 والبيع راهي بعيدة ولا راهي غير تم؟ 35 35 وراه ولا ويشري شكون؟ إذا مع خونا لهنايا جابنا كذلك هذه نعجة مع خروف هذايا خريف ما شاء الله. واش راك خويا؟ صافا لاباس بارك الله فيك خويا العزيز. ناصر تيفي خويا العزيز الله يبارك فيك. هذه شحال دولك فيها؟ 43 سنة فيها والخروف كبر الله يبارك ولا روي يجيب. وعندنا ما شاء الله وعندنا خرفان صغار. شحال طولك فيهم رايع؟ بالمناسبة نطلعوا لعند خونا العزيز والله غير بارك الله فيك لاباس. واش هذول فيهم هذو؟ خونا وسوينا في الخرفان؟ 33 في زوج في زوج ولا واحد؟ في زوج الله يبارك فيك. خروف وخروف هذو تاع الصحة خويا ناصر كاينة الله يبارك الله يبارك بارك ان شاء الله. هذو اللي يطلقهم يربوا شوية دم ما شاء الله ما شاء الله. وانت هذوك السبب تاعك لك هنا في السوق تشري ولا تبيع ولا شيء؟ ان شاء الله صافي ان كرون بليزير ربي يعاونك خويا العزيز ربي يعاونك صافي ان كرون بليزير مون فرير يعطيك الصحه. اذا قلت لكم هذو ما في زوج كاين خروف وخروف سامو ب 33 الله يبارك تاكسيبه تاكسيبه كما قال لكم تاكسيبه اللي يدير بهم خويا يعطيك الصحه والسلام عليكم. زيدوا نكملوا هكذايا السلام عليكم خويا صافا لاباس. تابنا كذلك شوفوا ما شاء الله دائما الخرفان الصغار الله يبارك. خروف خروفه ولا عندها زوج خروفات؟ عندها زوج خروفات الله يبارك. دائما يعني اي مربي يربي يعني هكذايا الكباش ولا بيان سير يكونوا عنده نعاج يحب باش يخرجوا له يعني هكذايا الصغار يكونوا خرفان يعني ماشي خروفات، ولكن هذه حاجه مكتوبه ربي لانه علاش ربما كيكونوا خرفان راح تزيد السومه بارابور كيكونوا خروفات. ولكن معليش هذه السن تاعها شحال خونا؟ رباعيه. هذه رباعيه الله يبارك مازالها صغيره وجابت لنا زوج خروفات الله يبارك ما شاء الله. وشحال سوات خونا؟ 7 ملايين. دارت 7 ملايين الله يبارك. وعندنا كذلك هذوما هذا خروف نورمال ولا خروف؟ هذا خروف؟ هذا خروف كبير وخروف الله يبارك. راكم تشوفوا هذه عندها خروف شوفوا راه كبر هذا خلاص هذا يجوز العيادة هذا خلاص هذا يا ما شاء الله هذا جاي مع هذا يا وهذا يا وليت تجر كيف الله يبارك. خروف خرج خروف ما شاء الله. اش كيتباعوا في ثلاثة ولا بون يتباع غير؟ يسمونا في ثلاثة في ثلاثة. شحال داروا؟ 10 ملايين. 10 ملايين الله يبارك يعني ما شاء الله هذايا قلت لكم ولا رويجل خونا ربي يرزق خويا بارك الله فيك يعطيك الصحة السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله يعني الحاجة ربي يطول في عمره وجاب لنا خروف أصغر خروف هنا في السوق شوف الله يبارك. دوك هذا شحال يكون العمر هكذا شيخ؟ عنده 40 يوم يعني مازال ما لحقش الشهرين الله يبارك. وراهم سيباريا على يمه بالمناسبه هذايا خروف راكم تشوفوا الله يبارك. وشحال يقضي يلحق السعر تاعو دوك هذا شير؟ 22 22 الله يبارك زوج ملايين و200
الله يبارك ربي يبارك شيخ، نقول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحة وربي يطول في عمرك ويعطيك الصحة. كذلك مع خويا لهنايا جاب لنا النعجات هذوما، الله يبارك. شوفوا الخرفان الصغار دائما موجودين مع النعجات، الله يبارك. اذا كذلك مع اخونا لهنايا جاب لنا الخروف هذايا. هذا شحال يكون العمر زعما؟ واحد 3 شهور هكذا؟ واحد 7 شهور. الله يبارك. اكو تسمعوا 4 ونص يا اخي، يسمونا ب 4 ونص. اذا مع خويا لهنايا كذلك جاب لنا زوج خرفان، هادو راهم يبانو خاوه هادو يا اخي. الله يبارك. زوج خرفان صغار وسمونا شحال قلت لي 65 هكذا، سمونا 65 في زوج، يعني نقدر نقول واحد 3 ملايين و 200 للواحد. خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه سي جونجي خويا صحيح. اذا مع الاخ لهنايا كذلك جاب لنا الناجه هذه، وعندها زوج خرفان بالمناسبه. يعني على بالي دائما تقول لي سكسينا عند السن، يعني العمر تاعها هذه جامعه كبيره شويه، ولكن عندها زوج خرفان الله يبارك. شوف عندها زوج خرفان وجامعه. وشحال سوات خونا هذه؟ 76. سوات 76 الله يبارك. اذا بالمناسبه دوماج هادو ما تباعوا على كل حال، ولكن شوفوا هادو ما الاخ قال لي هادو تاع مالي، هادو ما من مالي. شوفوا كيفاش يجوا، يعني يعني كما نقولوا الصوف تاعهم راح تشبه لتاع الماعز. الله يبارك، يعني حاجه شابه تدخل جديده للجزائر خونا. يرنا ديديكاس للناس كاف الاخضر. اذا كما قال لكم ديديكاس لمن؟ الناس كاف الاخضر. الناس كاف الاخضر هكذا. أيوة. وين جايه المكان هذايا؟ مديه. في مديه. اذا نحيوا خوتنا من مديه الله يبارك. ابعث لنا ديديكاس. اذا خوتي هكذايا راح نختم معكم الفيديو هذا اللي درناه لكم خاص الا بالنعجه فقط، مع الاخ لهنايا جاب لنا كذلك النعجه هذه مع خروفه ولا خروف؟ خروف. خروف الله يبارك ما شاء الله. وشحال عمر تاعها هذه السن تاعها؟ جامعه. هذه جامعه الله يبارك. وكذلك عندنا هذه ما شاء الله، مع كذلك ما بانش لا خروف ولا خروفه. خروف ما شاء الله الله يبارك. صافي فليزير. سينو كيما هذه شحال لحقتها هذايا؟ 52 الله يبارك. وهذه منا 46 الله يبارك ما شاء الله. شي نقول لك بارك الله فيك وربي يرزق ان شاء الله يعطيك الصحه هكذايا. اذا كذلك دائما مع الخرفان، يعني الصغار اللي ما بقينا خرفان صغار بزاف الله يبارك وراهم يمشوا. اذا هكذا خوتي نقول لكم ما تنساوش دائما الدعم لقناه ناصر تي في. واش راك خويا لاباس؟ هادو خرفان ولا خروفات؟ أنا شيت خروفة أنا. خروفة الله يبارك. شحال دارت الخروفة هذيا؟ 18. دارت 18 الله يبارك. دوك غادي تربيها؟ بارك الله فيك خويا العزيز يعطيك الصحة. ودوك غادي تربيها أخونا؟ ربوها إن شاء الله. صافي فليزير يا خويا ربي يقدرك يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك. صحيت صحيت. هكذا إذا نقول لكم خوتي دائما دعم لقناة ناصر تي في، ما تنساوناش بدعاوي الخير. نقول لكم تهلاو في رواحكم. السلام.